تعود شبكة الاتصالات في الرقة لتنعكس إيجاباً على حياة السكان كما يقولون، وكانوا قبل 4 أعوام قد حرموا منها خلال سيطرة تنظيم الدولة. وأنا صاحب محل كان العمل عنا متوقف، والحمد لله برجوع الشبكة رجعت العمل، رجع فتحنا المحلات واشتغلنا والحمد لله بمحافظة الرقة، ونتمنى أن تكون تغطي الريف وتغطي المحافظة كلياتها وريف المحافظة. وصار لنا اليوم 4 أيام والشغل الحمد لله مستمر والشبكة ممتازة جدا، وبدنا نت إن شاء الله وأنترنت يكون شغال كمان على نفس الشبكة. ما شاء الله شبكة صلى يومين بقلب البيت، شبكة صلى بقلب البيت، خفف الطلعات مثل هلا أمي تطلع لها ما تحكي لبرا، أخواتي مسافرين برا، يعني بقلب البيت صرنا نختصر كل المواضيع على الأمور السهلة. يتحدث تجار في الرقة عن إسهام عودة شبكة الاتصالات في تخفيف معاناتهم وإتاحتها التواصل مع معظم أسواقهم داخل مناطق سيطرة نظام الأسد. الشبكة بشكل عام أثرت تأثير إيجابي على شغلي كتاجر، تواصلي مع زبائني، وبتواصلي بنفس الوقت مع التجار اللي خارج المدينة مثلا بالشام بحلب. يعني قبل كنت مثلا أروح أتواصل أشبك من نت يكون التاجر مو شابك فما نستفيد شيء. وبمقابل المكاسب التي يجنيها المدنيون في الرقة من عودة الاتصالات، يرى نشطاء أن عودتها تصب في صالح النظام على الصعيد المادي وربما في صالح الإدارة الذاتية.